خطة تمتد حتى عامين ونصف تعمل وزارة قطاع الأعمال العام بمصر على تطوير شركاتها ضمن ثلاث محاور هي إعادة الهيكلة وتطوير منظومة العمل وتوفير التمويل سواء باستغلال الأصول. وفي هذا الصدد يشهد القانون رقم 203 لعام 1991 والمعني بقطاع الأعمال العام حاليا تعديلات لضمان مزيد من الحوكمة وتسهيل توحيد وميكنة إجراءات العمل. نتابع سويا. تطوير شركات القطاع العام ده من أكبر التحديات اللي بتواجه القطاع. الشركات قد تكون بتحقق ربحية معقولة أو يمكن دون المتوسط، ولكن اللي هيقفز بها إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل هو تطوير نظم العمل وتطوير العمال. وفيما تعمل وزارة قطاع الأعمال العام حاليا على تطوير 40 شركة من بينهم 26 شركة تحقق خسائر مجتمعة بنسبة 90% من خسائر القطاع، فإن المدى الزمني لتطوير تلك الشركات يستغرق في حده الأدنى شهرين والأقصى عامين ونصف. ومن جانب آخر تخطط لاستغلال أصول الشركات غير المستغلة لتوفير التمويل، إذ تم تغيير استخدام أكثر من 180 قطعة أرض غير مستغلة ستطرح قريبا للقطاع الخاصة. أحد السبل اللي هي يعني تزيد ربحية هذه الشركات هي استغلال الأصول بالشكل أو بالشكل الاقتصادي السليم، وتقييم هذه الأصول أيضا هي أحد العقبات اللي هي بتواجه هذا القطاع، التقييم العادل لهذه الأصول ومحاولة استغلالها استغلال تجاري على أساس الربحية.